السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا في صحة جيدة وكنتمنى تكونوا على خير وبخير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم جاب لكم اقتراح جديد وفيديو جديد. اليوم جاب لكم في خضار ديال الدجاج على الطريقة ديال الكنتاكي. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش نشوفوا الطريقة ديال تحضير هذه الفخيضات. اول حاجة البنات غادي ناخذوا التحميرة وناخذوا البزار والسكينجبير، غادي نديرهم في شي بول، غادي نزيدو عليهم الملحة، غادي نزيدو عليهم قطيرة ديال الحامض، غادي نزيدو عليهم غير قطيرة ديال الحامض ماشي بزاف. صافي، غادي نزيدو عليهم شوية ديال الزيت البلدية، وغادي نزيدو عليهم نص كاس ديال الماء، غادي نزيدو عليهم الماء، وغادي نبقاو نحطو دوك الفخيضات ديالنا. بغيتو تزيدو حتى الثومه زيدوها، انا ما تتعجبنيش حيت كتقلى في الزيت كتولي عندها واحد لوكو ما زوينش. المهم انا غادي نخلط هذا الشيء كامل على الطريقه هكا حتى تدخل فيها هذيك العطريه مزيان. غادي ومن بعد غنفلحوا هاد الفخيضات. دابا البنات غناخذوا هاد الفخيض هكا غادي نحلوه على هاد الشكل، غادي نكمل هاد الفخيضات كاملين على هاد الطريقه هكا. كاع الفخيضات اللي عندي غادي نحلهم على هاد الطريقه. انا نكمل هاد الفخيضات اللي عندي ونرجع معكم. المهم دابا البنات غادي تخلوها واحد 3 السوايع يرتاحوا وبيد ما شربت هذيك الاقامه اولا ليله كامله. المهم خصكم تخلوها على الاقل واحد 3 السوايع. المهم انا غادي نخليهم واحد 3 السوايع ونرجع معكم. دابا البنات من بعد ما خليت دوك الفخيضات 3 السوايع، انا ما خليتهمش ليله كامله، نتوما الا عندكم الوقت خليوه ليله كامله. غادي ناخذ دوك الفخيضات، انا درت هنايا شويه ديال التحميره شويه ديال الملحه والبزار، وغادي نزيد شويه ديال الخميره الحلوه، هذه هي اللي كتعطينا ديك القرمشه وكتنفخ الدجاج شويه. غادي نحرك دابا هاد المرحلة مهمة بزاف بزاف. غادي نديرو الدجاج في الدقيق بحال هكا ونديروه في الماء ونعاودو نهزوه نديروه في الدقيق، ولكن تبقاو تضغطو على الدقيق بحال هكا، تضغطو على الدقيق. هاد المرحلة مهمة هي اللي كتعطينا ديك التنيات ديال الدقيق. نعاودو نديروه في الماء، تعاودو ديروه في الدقيق، صافي بحال هكا على هاد الشكل. هانتوما شوفو صافي هكا تكونوا درتو الزيت ديالكم يسخن باش تقليو الفخيضات. دابا نعاود معكم واحد اخر، غادي تديروا الدجاج في الدقيق والاول بحال هكا، ديروه في الماء
تعاودوا تهزوه وديروه في الدقيق، ولكن تورقوا هكا على داك الفخيضات بحال هكا، بحال كت على هذا الشكل هكا. هاد المرحله راه مهمه ديال هي اللي كتعطي هذوك التنيات للدجاج. تعاودوا عاوتاني ديروا هاد المرحله، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي الدجاج، كيجي بحال كنتاكي تماما، ما كاينش فرق. المهم انا البنات نكمل الدجاج اللي عندي هاد الفخيضات. قبل راه الدجاج راني غاسله مزيان، دايره ليه الحامض والسكنجبير، رقدتهم ليله كامله حتى للصباح. بالصباح عاد فاش درت ليهم هذيك التوابل اللي انا حضرت معاكم. المهم البنات دابا نكمل الدجاج اللي عندي ونرجع معاكم. دابا البنات من بعد ما سخن لي داك الزيت غادي نرمي الخيضات وردو معاهم البال، لا يتحرقوا ليكم ولا شي حاجه. مره مره بقاو تقلبوا فيهم، مرة قلبهم. هاد العملية مهمة باش يتنفخ ليكم حتى من الفوق. المهم دابا نخلي الدجاج يطيب ليا ونرجع معاكم. انا رجعت معكم البنات وباخر الفيديو. هادو هما الفخيضات، راه كيجيو بحال ديال كنتاكي تماما، ما كاينش فرق بينهم وبين الاخرين اللي كنشريوهم من محلات ديال كنتاكي. ها نتوما الا شفتوا راه حتى القرمشه راه كيجي غزال. كنتمنى تجربوه وتردوا عليا في التعاليق. المهم البنات بلا ما نطول عليكم خليت لكم راحه، نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.